وللحديث أكثر حول سوق الأسهم السعودية انضم إلينا محلل أسواق المالية الأستاذ أنس الرجعي. حياك الله سيد أنس وصباح الخير، شكرا لوجودك معنا. الأسهم السعودية الأسبوع الماضي لربما أنها تجاوزت تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وربما حافظت على بعض المكاسب اليوم مع المكاسب الطفيفة في بداية الجلسة، هل متوقع أيضا السوق تواصل المزيد من الارتفاعات في ظل الترقب الحاصل الآن على نتائج الشركات للربع الرابع؟ نعم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم. كما تفضلت بالفعل هناك فيه يعني هدأت وتيرة ظروف الجيوسياسية في المنطقة، وعندنا برضو الاتفاق التجاري المرحلة الأولى اللي تم بين أمريكا والصين، كل هذه من شأنها أن تعطي استقرار لأسواق المال. لكن بظني أنا أن السوق الآن سوف يعود إلى أساسياته من حيث المؤشرات المالية للسوق. نشوف احنا الان في فترة نتائج ربعية والسنوية، وهي من اهم النتائج التي يبنى عليها القرارات الاستثمارية، فبالتالي اعتقد ان المنطقة الحالية سوف يعني تصبح منطقة ترقب ومنطقة انتظار لما تؤول عليها النتائج، خاصة احنا الان في فترة نتائج ولم تصح الا بضع شركات، يمكن اليوم واحدة من اهم الشركات القيادية اصحت عن نتائجها اللي هي شركة المرايا، وحقيقة ما كانت نتائجها داعمة لمؤشر السوق أو لقطاعها، كانت شوي يعني سلبية، فيها عندها انخفاضات في نتائج الأرباح، لكن المعول عليه يعني الآن انتظار نتائج الشركات القيادية هي التي سوف تسير السوق، خاصة أنه السوق يتداول عن مكرر ربحية 20 مرة، وهذا المكرر لا يعتبر جذاب أو منخفض، وبالتالي لأجل مواصلة ارتفاعات قوية لابد أنه يكون هناك فيها تطورات كبيرة بالأرباح، لأجل أنه الأسعار الحالية تنسجم يعني مع مناطقها الحالية، وإلا قد يكون يعني في هناك في نوع من التهدئة وجني الأرباح. نعم، أعود معك بالنسبة لنتائج الشركات، هل المراعي يعني أتت من متوسط أقل من متوسط توقعات المحللين؟ يعني ربما كان مصارف البيع والتوزيع شكلت ارتفاع بما يقارب ال 200 مليون ريال، وأيضا بالنسبة إلى القروض يعني كان لدى الشركة ارتفاع فيها تكلفة التمويل بما يقارب ال 114 مليون ريال. المتوقع بالنسبة لبقية يعني نتائج شركات القطاع؟ حقيقة طبعا هي كما يعني كان في عندنا انخفاض تقريبا اقل 31% عن متوسط توقعات المحللين، وانعكس بشكل سلبي على سعر السهم. القطاعات الاخرى قد يكون هناك فيها نوع تحسن في نتائجها، المراعي لديها اكثر من يعني مؤثر اثر على نتائجها المالية ليس بسبب تكلفة الاقراض فقط، لكن اعتقد ان النتائج قطاعها قد تكون افضل من ما حققت المراعي، لكن لا يتوقع ان تكون هناك في قفزات كبيره في الارباح. الحقيقه الان المعول عليها هو نتائج قطاع البتروكيماويات والبنوك وبقيه اهم الشركات الداعمه لمؤشر السوق. نعم، اكسترا اليوم ايضا اعلنت عن نتائجها واللي شدنا ايضا كذلك فيها قفزه بما يقارب 28%، انعكاسه بالنسبه على الشركه والقطاع وايضا كذلك بالنسبه على سلوك المستهلك خلال الفتره القادمه. دون شك اكسترا طبعا احنا نعرف انها كانت بداياتها شركه يعني من اكثر الشركات تحقيقا لنمو الارباح، وبعدين يعني صارت تضررت فتره معينه، والان بدا يعود كثير من بريق نتائج هذه الشركه. احنا شفناها اعلنت اعلى نتائج تقريبا منذ انشاء الشركه، سواء كان على مستوى الايرادات او على مستوى صافي الارباح، ويعني السهم تفاعل بشكل كبير اليوم، رغم انه مسعر سعر السهم على النتائج هذه الايجابيه يعني اللي اعلنتها الشركه. احنا نشوف نتائجها انعكست على ربحية السهم بأربع ريال تقريبا و12 هللة، والسهم يتداول الآن في مناطق ال 80 ريال، وبالتالي كان في هناك استيعاب كثير من نتائج الشركة الإيجابية بفعل تطورات مبيعاتها، والشركة كما نعرف أنها فتحت يعني لها أفرع كثيرة وخفضت التكاليف وانعكس على نتائجها المالية. بختم معك من اتحاد عذيب وإعلان أن الخسائر تجاوزت 50% من رأس المال، مستقبل الشركة برأيك؟ والله حقيقة شركة عذيب منذ أن أدرجت وهي أطفأت ورفعت رأس المال أكثر من مرة، يعني لو نراجع ملف الشركة نلاحظ عندها أطفاء ورفع أطفاء وأطفاء أكثر من مرة أطفأت الشركة. الشركة حقيقة تحتاج الكثير، عندها ديون وعندها ضعف في صافي الأرباح كثير، وإذا عادت الكرة بنفس المنهجية أو بنفس الخطط التي بدأتها فغالبا النتيجة تؤول إلى نفس يعني المسار التي بدأت فيه الشركة. أنا أعتقد أنها تحتاج هيكلة وإعادة غربلة لتستطيع أن تنافس في سوق الاتصالات، وهي تحتاج الكثير، لكن هذا نظام طبعا مصدر في الشركات أنه أي شركة تتجاوز خسائرها 50% لابد أنها خلال فترة معينة قد لا تزيد عن 45 يوم أنها تطفئ الخسائر، أو أنه يتم تصفية الشركة بقوة النظام حسب البند الموجود في نظام.
الشركات الجديدة. الأستاذ أنس الراجحي مهندس الأسواق المالية، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.